أنا كنت صاحب ذهبية الدورة الماضية بمترين 28، كنت بتأمل طبعا حافظ على لقبي، كان في إصابة صغيرة. طبعا أنا غير راضي عن الرقم، كان التحضير بشكل جيد عن طريق التأهيل لبطولة العالم اللي حتصير بأمريكا بعد 15 يوم. طبعا هذا كان هدف، والهدف الثاني هو كان دورة الألعاب البحر بالمتوسط. الحمد لله قدرنا نتوج، هذا أهم شيء. مبروك إن شاء الله الميدالية، هذا نصر لنا جميعا. الحمد لله توفقنا بالذهبية، إن شاء الله طموحنا بالأولمبياد باريس. كان يعني الأداء كتير منيح ومشرف، تأهلنا على طاولة القفز بالفردي. الحمد لله نحن يعني قدمنا مستوى كتير حلو، ربحت أنا في أول اللعبة على لاعب سلوفيني، لكن الإصابة منعتني من إحراز ميدالية. شاركنا بدورة الألعاب المتوسط بحران بلد مع اللاعب الألباني، الحمد لله كانت نتيجة كتير حلوة، فتربحت وهذا التكافؤ من أول جولة.